بدخول فصل الشتاء تزداد معه بؤر فيروس انفلونزا الطيور H1N1 خاصة في أماكن تربية الدواجن بالمنازل، الذي معه تزداد حالات الإصابات البشرية، والتي وصلت هذا العام إلى 11 حالة. توفي منها 6 حالات نتيجة لعدم الاكتشاف المبكر للمرض. لذا جاء الاجتماع الطارئ للجنة العليا لانفلونزا الطيور للوقوف على الموقف الوبائي في مصر وترصده. نحن نتلقى تقرير يومي بعدد حالات الترصد أو حالات المشتبه فيها التي يؤخذ منها عينات. هذه العينات بترسل إلى المعامل المركزية وتظهر النتيجة، وإلى الآن تم الاشتباه في حالات كثيرة متعددة، ولكن الحالات التي كانت إيجابية كانت 11 حالة، وللأسف الشديد كانت في وقت متأخر. إحنا بنهيب بكل الناس اللي هم اللي بيربوا طيور في منازلهم أو بيعانوا من أعراض انفلونزا، لابد من الإبلاغ بصورة أكثر شمولية. الحاجة الثانية إن إحنا تم الاتفاق مع اللجنة العليا للإنفلونزا بحضور أساتذة الصدر أن يكون هناك تعميم لإجراءات الترصد في كافة المستشفيات بوضع نموذج معد إلى هذا، بتشخيص الحالة بالاسم بالعنوان بظهور الأعراض بالحالة المرضية التي تم التقدم فيها بالنسبة للمريض. أعضاء اللجنة العليا لإنفلونزا الطيور أكدوا مجددا خلال الاجتماع اتباع كافة إجراءات الترصد للبؤر المصابة، داعين المواطنين بضرورة توخي الحذر في التعامل مع الطيور واتباع إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى. محتاجين التعامل بحرص شديد جدا مع مريض الانفلونزا حتى لو صاب اعداد اخرى بهذا المرض. اي انسان يصاب بالانفلونزا وكانت حالته فيها اعراض شديده، فيها سخونيه، في اعراض تنفسيه حاده سواء في الاطفال او الكبار، لابد ان يلجا وبسرعه للفحص الطبي. المواطنين ان هو ضروره ان يكون في عنده اعراض انفلونزا وبيتعامل مع الطيور، يجب ان هو يستشير الطبيب في خلال اول 24 ساعه من ظهور عليه اعراض الانفلونزا لو هو بيتعامل مع الطيور. الحاجه الثانيه، لازم مكان تربيه الطيور ده يبقى في مكان منفصل عن مكان المعيشه، لازم يبقى نبعد الاطفال عن اللعب مع والتعامل مع الطيور، لازم يبقى السيدات او اللي بيتعاملوا مع الطيور لازم يبقوا اثناء التعامل مغطين الفم والانف.